تنضم إلينا من رام الله مراسلة القاهرة الإخبارية ولاء السلامين. ولاء، بعد التحية، إذن مزيد من التفاصيل حول هذه التصريحات وهذا البيان من وزارة الخارجية الفلسطينية تجاه انتهاكات المستوطنين المستمرة والتي كنا ربما نتحدث عنها منذ أيام على أن الوتيرة تزداد يوما فيوم منذ 7 أكتوبر. صحيح كريم، إذا البيان الذي قرأته هو من الخارجية والمغتربين الفلسطينية، تحدثت عن إرهاب المستوطنين وخاصة يوم أمس حوالي 100 مستوطن هاجموا قرية الجيت شرقية قلقية ما أدى إلى اندلاع الشبكات ما بين الفلسطينيين وأيضا المستوطنين الذين هم مارسوا الإرهاب بحماية جيش الاحتلال. نتحدث عن ارتقاء فلسطيني لربما هذا الرقم، وعدد الفلسطينيين الذين ارتقوا برصاص جنود الاحتلال والمستوطنين 633 فلسطيني على الأقل من مختلف أنحاء متفرقة من الضفة الغربية. وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان تحدثت أن من بين هؤلاء 633 فلسطيني 18 فلسطينيا ارتقوا برصاص المستوطنين. إذن باستشهاد رشيد سدة في بلدة جيت وقرية الجيت شرق قلقيلية يرتفع عدد الفلسطينيين الذين ارتقوا برصاص المستوطنين لا برصاص جنود الاحتلال 18 فلسطيني على الأقل من مختلف محافظات الضفة الغربية. إرهاب المستوطنين زاد من بعد 7 أكتوبر. نتحدث عن تسليح للمستوطنين بشكل كبير ومتعمد من قبل وزير الأمن القومي إتمار بن كفير، وأيضا نتحدث عن هجمات المستوطنين الذي هي باتت مستمرة سواء في حوارة، في الجيت، في بورين وغيرها من المناطق. نتحدث عن أكثر من 273 حريق اندلع من بعد 7 أكتوبر بفعل افتعال المستوطنين هذه الحرائق على سواء ممتلكات الفلسطينيين، منازل، المركبات وأيضا الأراضي الزراعية. ونتحدث عن قتل الفلسطينيين أينما تواجدوا ومهاجمتهم. أيضا نتحدث عن إرهاب المستعمرين والمستوطنين في منطقة تجمعات البدوية منها المعرجات وعرب الكعاتنة، حيث تقوم قوات الاحتلال بحماية المستوطنين الذين يقومون الآن بشق طرق بمحيط مدرسة عرب الكعاتنة في تلك المنطقة. هذه المدرسة هي مدرسة أساسية للتجمعات البدوية لعرب الكعابنة. الآن تقوم المستوطنين بجرف محيط هذه المدرسة وأيضا وضع يافطة تسمى ببؤرة استيطانية جديدة تمهيدا لأن تكون هناك بؤرة استيطانية. لربما في الأيام القادمة سنسمع عن ترحيل هذه التجمعات البدوية أكثر فأكثر في منطقة المعراجات، وأيضا إخلاء المدرسة من الطلاب في المدرسة الأساسية لعرب الكعابنة. كل هذه التطورات هي بحماية إتمار بن كفير، وأيضا نتحدث عن حماية لجنود الاحتلال، حيث لم يمنع جنود الاحتلال يوم أمس من إطلاق النار المستوطنين على الفلسطينيين، وقاموا بإعاقة تحركات للطواقم سواء الطبية أو حتى الطواقم الدفاع المدني لإخماد هذه الحرائق. بعد ساعة من هذا الهجوم تمكنت الطواقم الدفاع المدني من إطفاء هذا الحريق المشتعل في مركبات الفلسطينيين ومنازل الفلسطينيين ونقل الشهيد إلى مستشفى رفيديا، ولكن ارتقى شهيدا في هذه المنطقة. ما زالت العمليات متصاعدة وأيضا إرهاب المستوطنين متصاعدة بشكل كبير. الآن تصل الأخبار العاجلة، قوات الاحتلال تقتحم كفر قدوم شرقية مدينة قلقيلية، وأيضا نتحدث عن برقة حيث قامت قوات الاحتلال باقتحام هذه المنطقة وهي منطقة شرقي مدينة رام الله. إذن الاقتحامات والاعتقالات ما زالت مستمرة. نتحدث أيضا عن الاغتيالات التي قامت بها قوات الاحتلال في الأيام الماضية والمستوطنين الذين يهبون الفلسطينيين أينما تواجدوا سواء في أراضيهم أو حتى في منازلهم والاعتداء عليهم في ساعات متأخرة من الليل. نعم، مراسلة القاهرة الإخبارية ولاء السلامين من رام الله، شكرا جزيلا لك.